كاس العالم 90 90 90 كاس عالم 90 والله مش متذكر 100% لا والله لعبت في البطولة ايوه yeah well Germany won that World Cup primer gol gol de Alemania والله الامارات في كاس العالم 90 هي المونديال الوحيد اللي تأهل فيه المنتخب الاماراتي ولعب على ما اعتقد مع كولومبيا ومع المانيا الغربيه سجلت جول في المانيا الغربيه خسرنا المانيا 4-1 4-1 منهم خالد اسماعيل يقول لهم خلاص وخطره ممكن جول رقم 8 خالد اسماعيل يحرز الهدف الاول للامارات يبقى 2-1 اكيد طب اكيد الاجواء اللعيبه النظام اللي كانوا موجودين المدرب الجمهور طبعا كل حاجه مبنيه على الناس نفسها لو يتابعون الشخصيات نفسهم الابطال اللي كانوا موجودين سواء من الاتحاد اذكر على ايام كان قياده الشيخ حمدان بن زايد النجوم اللي كانوا موجودين كانوا مميزين بصراحه جيل ما ننساه بصراحه عدنان الطلياني وخالد اسماعيل وجماعه اللي كانوا موجودين بما ان ماجنيش مخصصين في الافلام دائما هم يبنون التعاطف مع الشخصيات اكثر منا عن الموضوع نفسه